أصدقائي الأعزاء، يسعدنا أن نلتقي بكم في قناتنا مليون حكاية. النهاردة جايين نتكلم عن التحنيط عند المصريين القدماء، باعتبار التحنيط هو بوابة الروح لحياة ما بعد الموت. كان إيمان المصري القديم أن التحنيط بوابة العالم الآخر الحياة الأبدية، وكان علم التشريح ذلك العلم الذي تقدم فيه المصري القديم البوابة الحقيقية لتقدم فن التحنيط عن الفراعنة، ومن خلاله أمكن أرواحهم وفقا لذلك معتقد الحياة الأبدية والقدرة على عودة الروح إلى أجسادهم في رحلة البعث والخلود. قديما وقبل أن يتطور علم التحنيط في مصر ما قبل الإفراد، كان المصري القديم يعتمد على التحنيط والطرق الطبيعية، فكان يقوم بدفن الجثث بحفر غير عميقة بالرمال، والحرارة الشديدة كانت كفيلة بحفظ الجثث من التلف وامتصاص السوائل. ومع بداية عصر الأموات زاد الإيمان فكرة حياة ما بعد الموت وأهمية الجسد لتتعرف عليه الروح، فصار المعتقد السائد أن الأمر لا يتوقف عند تحنيط الجسد والحفاظ عليه من العفونة، وإنما يجب أن يصل الحفاظ على شكل وملامح الميت بحيث تتمكن الروح من معرفة الجسد الذي يخصها. فتبحر العلماء في ذلك العلم حتى وصلوا إلى أقصى درجات، ولعل ذلك يظهر جليا في صمود مومياوات يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد دون أن يصبها تحلل أو عفونة. كان حفظ الأجساد من التعفن والتحلل يعد أحد أهم أمر القدماء والتي حافظوا عليها باستماتة، ولعل قول كبير كهنة أمون في أحد مشاهد فيلم المهاجر والذي اخترق فيه رام الذي يجسد من يريد معرفة سر التحنيط كفيل تجسيد تلك الفكرة التي ترسخت في أذهان المصري القديم. هو مجرد أن علم أنه غريب طلب قدم غريب في غرفة التحنيط، أطلق على ذلك العلم الكثير من الأسماء، منها كلمة بيتي وهي كلمة فرعونية تعني التكفين، كما أطلق عليه كلمة مومياء وهي كلمة فارسية تعني اللون الأسود. فعادة ما يتغير لون الجثة بعد عملية الحفظ إلى ذلك اللون، كما كلمة تحنيط هو اسم أشهر ذلك العلم، وهي كلمة عربية اشتقت من كلمة حنوط التي تطلق على مواد يستخدمها المحنط لحفظ الجثمان. طيب، هل ظل ذلك العلم سرا من أسرار فراعنة حتى أننا لم نكن نعلم عنه سوى ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوتس؟ وقد دون بعض طرق التحنيط أثناء زيارته لمصر في القرن الخامس قبل الميلاد، لكن مع الاكتشافات الحديثة زادت معلوماتنا عن ذلك العلم، خاصة عندما اكتشفت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة ممفيس الأمريكية المقبرة رقم 63 وادي الملوك، والتي احتوت على 8 توابيت داخلهم بقايا أدوات ومواد خاصة بالتحنيط، والتي استخدمت في حفظ مومياء الملك توت عنخ آمون، مما فتح بابا كبيرا لكشف أسرار الخفية. استخدم المحنط المصري القديم أساليب مختلفة في عملية التحنيط، فكانت هناك طريقة يستخدمها مع الملوك وكبار رجال الدولة ولكنها بائزة التكاليف، وفيها تبدأ عملية التحنيط داخل خيمة الإله أو المكان المطهر الذي كان يطلق عليه باللغة الهيروغليفية هر، يعني عبد، حيث توضع الجثة على منضدة خاصة بالتحنيط، والمنضدة مصنوعة من الحجر، ويبدأ المحنط بكسر عظمة الأنف باستخدام أزميل ومطرخة، ثم يتناول حجارة معقوفة ويقوم بإخراج المخ الفتحة التي صنعها ويملأ الجمجمة بطبقة سميكة بالبيتومين والكتان المشبع بالصمغ أو الراتنج المستخلص من النباتات حتى يحفظها من الكائنات الدقيقة التي تتولد داخل الجثث. الدراسات التي أجريت على مومياوات بعض الملوك ومنهم تحتمس الأول والثاني والثالث أكدت على أن رأسها تحتوي على المخ، ويؤكد أن المصري القديم لم يتبع تكتيكا نمطيا في تحنيط الأجساد. ومع الدراسات المتوالية لمومياوات الفراعنة على مدار الأسر ثبت أن المحنط لم يلتزم بطريقة واحدة في التحنيط، حتى أنه من الصعب
الصعب أن نجد مومياوتين متشابهتين سواء في طريقة التحنيط أو في المواد المستخدمة. أما الخطوة الثانية فيقوم بها المحنط يتخلص من كل المواد الرخوية التي تسبب التعف البكتيري، فيشق الجانب الأيسر من أسفل البطن ومنها ينزع كل الأعضاء الداخلية ويغسلها جيدا، ثم يغمرها بملح النطرون ويقوم بمعالجتها بمادة الراتنج الساخنة، ثم توضع في 4 أواني كانونية على شكل أولاد الإله حورس. فالكبد يوضع في وعاء أمستي على شكل إنسان، والرئتين توضع في إناء وعادي، والمعدة في وعاء داوة موت أو فهي على هيئة رأس ذنب ابن آوة، بينما توضع الأمعاء في وعاء رأس أصفر. لا يترك المحنط في الجسد سوى القلب والكليتين، ثم يقوم بغسله من الداخل والخارج. محلول مكون من 12 مادة، منها نبيذ البلح ونبات المر والحناء وزيت خشب الأرض والبصل، ثم يملأ تجاويف الصدر بكور من الكتان المشبع بالراتنج والعطور ومحلول النطرون، وهي مواد تمنع التحلل البكتيري. بعد ذلك تدفن الجثة داخل ملح النطرون لمدة تصل إلى 40 يوما حتى تجف الأنسجة تماما كل السوائل والدهون. ثم ينقل جثمان مرة أخرى إلى بر يتمكن الكهنة من تطهيره بمياه النيل. وتعتبر تلك الخطوة أهم ما في مراحل التحنيط، تحديد الوقت اللازم لتحضير الجسد، إلى جانب إيمان المصريين القدماء قوة النيل في بعث الإثان مرة أخرى. وتكتمل عملية التطهير بإضافة زيت الأرز والزيوت النفيسة والعطور، تدليك المومياء بالبور والقرفة، وفي النهاية يصب على المومياء الراتنج السائل، ومهمته إغلاق المسامات باعتباره عازلا للرطوبة والحشرات الدقيقة. بعدها يقوم المحنط بإغلاق العينين والعين والأنف بشم، ثم يلف المومياء بالكامل بعشرات الأمتار الكان المشبع بالسم الذي يحمل في طياته التمائم ولفافة البرد الجنائز، ويزينها بالحلي ويلقى عليها الزهور. يتبقى أمامه الطقس الأخير لاكتمال المراسم الجنائزية، ويقوم بترتيل الصلوات، وفي تلك الأثناء يقوم بفتح فم المومياء لتمكن أحواسها بالعودة مرة أخرى في العالم السفلي. وأخيرا يضعها في التابوت الذي يحمل قناعا يشبه ملامح المتوفي، ويزخرف بعضلات انتاب الموتى، ثم يدفن داخل مقبرته التي تحتوي على كافة الأغراض التي يحتاجها لرحلته في العالم الآخر. أما بالنسبة للطبقة العامة والمتوسطة الحال، فكانت خطوات أكثر بساطة وأقل بزخا في تحنيط موتاه، واستمرت تلك الطقوس حتى ظهور المسيحية، ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ في العصر الروماني والهيليني، حتى أن جودة الحفظ كانت أقل من العقود السابقة، وأن كان أضيف إليها القليل، حيث أضيفت على المومياء لفة بالكتان كلها قطعة ذهبية في المنتصف، بالإضافة إلى حفظ الأطراف أو الجسد بالكامل بطبقة من الذهب. لم يقتصر وجود المومياء المحنطة في مصر الفرعونية فحسب، إنما وجد العديد منها. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، وإلى لقاء جديد. أرجو أن نكون قدمنا حلقة جيدة. هنا نتوقف، ويسعدنا أن نلتقي معكم حلقة جديدة، ونتمنى أن تنال حلقتنا إعجابكم. إذا كان لديكم ملحوظات نرجو التواصل معنا.